ممتازة الحقيقة. شفت بطلتنا بسنت حميدة، بطلتنا في العدو في المئة متر والمئتين متر، وانا بتفرج على السباق او السبق ما صدقتش نفسي لان احنا ما عندناش ابطال في العدو في المسافات القصيرة. احنا عندنا مشكلة جيناتيكلي ان احنا ما عندناش، او وراثيا ان احنا مش شعب عنده سرعات عالية، الا ناس قليلة جدا جدا. فاول حاجة لفتت انتباهي ان بنت مصرية تاخد الميدالية الذهبية في المئة متر، ومش بتاخد الميدالية الذهبية بس، ده بتكتسح المتسابقين كلها اللي معاهم في دورة ألعاب البحر المتوسط. وزي ما حضراتكم شايفين قدامنا ان واضح جدا ان هي في فروق، في فرق كبير ما بينها وما بين المتسابقين التانيين او المتنافسين او المتنافسات التانيين. والحقيقه ركزت مع البنت، لقيتها ان هي فعلا بطله ومكافحه، لان هي كانت بتحضر نفسها للاولمبيك جيمز واتصابت، ما عرفتش تروح الاولمبياد، واشتغلت على نفسها وتعالجت ولغايه اخر اسبوع قبل البطوله كانت يعني بتعمل رهاب او بتتاهل علشان تقدر ان هي تنافس. اللي عجبني اكتر شخصيتها واحتفالها وعلم مصر وفخرها بعلم مصر، وده طبيعي. والاهم من كده ان اكتر لقطه اثرت فيا لما راحت لزوجها ومدربها وباست ايديه في قدام الناس كلها اعترافا منها او يعني بتظهر للناس فضل هذا الرجل على انجازها او عليها هي شخصيا زي ما حضراتكم شايفين قدامنا. الحقيقه حاجه جميله جدا جدا، والبنت يعني لما اتفرجت عليها حاجه فعلا تدعو للفخر، فعلا حاجه تدعو للفخر، حاجه تدعو للفخر لاسباب كتيره. في ناس بتحاول تحجم بناتنا، وفي ناس بتحاول تحدد بناتنا وستاتنا وسيدات مصر، وبتحاول تحطهم للأسف في كورنر أو في خانة رباط البيوت فقط، إن هما زي ما تلاقي واحد بيتريق على واحدة يقول لها إيه خليك أنت في المطبخ. فالبنات اللي زي بسنت حميدة دول هما دول اللي بيدونا أمل. وفي طبعا نماذج تانية كتير في مجالات مختلفة في الرياضة وبره بالرياضة، هما اللي بيدونا أمل إن كل ما ستات مصر في فئة معينة هتحاربهم، طول ما هم هيفضلوا أقوى وأقوى، هيفضلوا بيقاتلوا عشان يثبتوا للفئة دي إنهم يقدروا يكونوا أي حاجة. الست المصرية تقدر تكون وزيرة، تقدر تكون دكتورة، تقدر تكون مهندسة، تقدر تكون رئيسة وزراء، تقدر تكون أي منصب، تقدر تكون رياضية بطلة، تقدر تكون رائدة فضاء، تقدر تكون كل حاجة. فمش عايز اقول لكم مدى السعادة بتاعتي لما شفت السباق الاول وشفت السليبريشن او الاحتفال بتاع بسنت حميدة، واخترت ان انا لازم هبدأ الاسبوع بتاعي بيها.